استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي أسرة شهيد القوات المسلحة المقدم أحمد صلاح الدين مالك، واللي استشهد خلال عملية الهجوم على عناصر إرهابية في سيناء الشهر اللي فات، وهو تاني شهيد تقدمه أسرته للوطن، ده بعد ما سبق واستشهد أخوه الرائد إسلام صلاح الدين مالك الضابط بوزارة الداخلية. يعني قد إيه الأسرة دي معطاءة، قد إيه الأسرة دي عندها مثابرة وعندها عطاء للوطن. أسرة طبعا مكلومة، لأن احنا بنتكلم في أخين، يعني الضربة بصراحة قاسمة في الحقيقة، والرئيس طبعا وجه الشكر والتقدير لأسرة الشهيدين بنيابة عن كل المصريين، وأكد أن مصر عمرها ما بتنسى أبنائها الأبطال اللي قدموا أرواحهم فداء للوطن، وعشان يعيش كل المصريين في حرية وأمن واستقرار. أعرف كمان أفراد أسرة الشهيدين عن تقديرهم لحرص الرئيس على الاجتماع بيهم وتأكيده على رعاية الدولة ليهم. طبعا ده كان بناء عن إحدى المداخلات على برنامج إحدى الفضائيات، كانت الأسرة في الحقيقة طالبة إن هي يتم مقابلة ما بينها وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل تم الاستجابة الفورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقابلهم. يعني ربنا معاهم ويصبرهم إن شاء الله.